أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أكثر من 1000 عراقيا نجوا من حادث كاد أن يقع نتيجة إهمال سائق شاحنة في العاصمة بغداد. كتب أحد الناشطين عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: قد ستر الله العراقيين من مأساة جديدة كاد يروح ضحيتها أكثر من 1000 عراقي بريء، موضحا أن السائق وضع شاحنته فوق سكة القطار بتقاطع مدينة الكاظمية وذهب إلى مكان مجهول. أضاف كذلك: بعد وصول القطار حيث كان السائق نبها ومتابعا، أي سائق القطار إلى الطريق، توقف توقفا سريعا ومفاجئا، واستطاع إنقاذ القطار والركاب بصعوبة شديدة. دعونا نشاهد. Thank you.